السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في القناه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديالنا ديال اليوم هي واحد الحوته معمره في الفران بالخضار كيف ما كيتضح لكم في الصوره. اللي بغى يشوف الوصفه يخليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه كيفاش درت ليها. على بركه الله غادي ندوزوا دابا للمقادير. وبالنسبه لهاد الحوته هذه كنحتاجوا ليها واحد الحوته، نتوما ديروا هنايا اللي بغيتوا. المهم الحوت هنا كيبقى لكم الاختيار، ديروا اي حوته بغيتوا. غادي نحتاجو هنايا كيف ما غادي يتضح لكم هاد الحوته هادي. انا حليتها من الظهر، نقيتها وكلشي وحليناها من الظهر. بالنسبه لهنايا عندنا الزيتون احمر، بالنسبه للحشوه ديال الكرش ديالها غنحتاجو لها شويه الكروفيت والزيتون مقطع واللب ديال الحامض مصير. هنا الكروفيت اختياري، اللي بغى يديرو مبغاش يسمح فيه. هنا عندنا جوج تاع المطيشات مقطعين دواور، عندنا الفلافل الوان اللي ما عندكمش تكتفاو بلون واحد مقطعين. عندنا هنايا حامضه مقطعه، عندنا هنا بطاطا نص سلقه دايرين لها نص سلقه، عندنا هنا خيزو حتى هو نص سلقه مقطعينو دوائر، وهنا عندنا الحامض كيف ما قلت لكم. هنا عندنا حامضه وحده معصره، عندنا هنايا طماطم هكا معلبه اولا بحال هكا، ولا حكوا نتوما مطيشه وحده اللي عندكم، شويه الهريسه. بالنسبه للعطريه هنايا عندنا كيف ما غادي يتضح لكم، عندنا البابريكا اولا التحميره، الفلفل الاسود البزار معلقه معلقه كبيره، الكمون معلقه كبيره، والكركم صافي، والكمون وواحد الضويمه ديال البنه ديال السمك اولا ديال الحوت. هنايا معلقه معلقه كبيره انا درت على حساب باش تكفيني لاصوص. هنا عندنا القزبر والمعدنوس، واحد خمسه تاع الدروس تاع الثومه، راكو عارفين الحوت دائما كيبغي الثومه، هذه الشرموله المغربيه المعروفه. هنا عندنا فيرميسال درته في الماء غير واحد جوج دقائق ولا ما خليتوش بزاف باش يتعجن، صافي وصفيتو حيدتو قطعته. هنا الا بغيتو تعوضوا الفيرميسال بالروز تعوضوه به ماشي مشكل. صافي هادو هما الحوايج اللي غادي نحتاجو لهاد الحوته هادي باش نعمروها على بركه الله. غادي ندوزو لهاد واحد شي روبو اولا ميكسر، ولا نتوما بغيتو ما طحنوش نيلو غير ربيع مزيان، غنديرو فيه كاع هادوك التوابل. انا غنطحن كلشي باش يعطيني شرموله وحده، الربيع والثومه والقزبر ومعدنوس وهاد العطريه كلها الشرموله المغربيه العاديه المعروفه، انا راه ما زدت على حتى شي حاجه. صافي هنايا غادي نزيدها شويه ديال الماء وغادي نطحنها باش يتطحن لي هذاك الربيع مزيان. نتوما بغيتو ديرو غير تشلضوه، شلضوه ولا دقوه في المهرز اللي بغيتو. صافي هنايا ها هي شتو كتولي بحال هاد هكا عاقده. صافي هنايا غادي ناخذو غنزيدو عليها هذيك الحامضه يعني معصوره، واحد الحامضه معصوره، ونحركوا هاد العناصر كاملين حتى ينسجموا مع بعضياتهم مزيان كيف ما غادي تشوفوا. حنا كنزيدوا على حساب تاني نتوما الكميه اللي عندكم، يعني غد الا عندكم كتر غتضاعفوا، عندكم قل غتنقصوا المقادير. صافي هنا غندوزو نديروا الزيت العاديه، زيت النباتيه. صافي هنا غادي نخلطوا هاد الشيء كلشي مزيان بهذه الطريقه هذه حتى كينسجموا لينا هاد الشرموله كامله بحال هكا. المهم نتوما عينكم ميزانكم هنايا، وهنا البنات ديروا نتوما الحوته اللي بغيتوا. كما قلت لكم انا هنا محلوله في الظهر كيف ما شفتوا راه محلوله، وهنا غادي ناخذوا الا بغيتوا شرطوها واحد شويه. الا ما عند الا عندكم نتوما ما محلولاش باقي فيها الشوك شرطوها شويه، انا غادي نشرطها حتى انا شويه، وانتوما كيف ما قلت لكم الا ما عندكمش محلوله شرطوها. هنا صافي غادي ندوز انا غنبدا نعمر في هذه الحوته هذه بهذه الطريقه هذه. صافي وحتى غادي نشرملها كلها مزيان وتلبس بالعطريه مزيان من جهه الراس وكل شيء، وانا غنحشيها بهاد الشرموله. وهنا البنات اللي كيبغي الهريسه يزيد معاه شويه، انا غادي نزيدها مع الفيرميسال مع الحشوه اللي غنعمر بها الكرش ديالها. ما بغيتش كل شيء يجي حار، نتوما اللي كتبغيو الحار ديروا الحار ماشي مشكل، ديروا شويه ديال الشطه اولا السودانيه اللي بغيتو. صافي هنا غادي نبقى نشرملها كلها كيف ما قلت لكم. ناخذ واحد الموس نفلحها غير شويه كما قلت لكم، اصلا انا راه عندي غتدخل الشرموله حيت ما فيهاش الشوك. صافي غنبقى هذوك الفليحات اللي فلحناها غنبقاو ندخلوا لهم هذيك التشرميله مزيان ونشرملوها كيف ما كلشي كيعرف يشرمل الحوته مزيان باش تدخلها مزيان. اللي قال الحوت راه هي الشرميله راكو عارفين. صافي نبقاو نقلبوها مزيان ونشرملوها مزيان حتى تدخل لنا ديك الشرموله في هذيك الحوته كلها، الراس جيت الراس حتى هو وكل شيء. صافي بهذه الطريقه هذه وحنا مستمرين تنساليو. هنا غادي ناخذ واحد الصينيه الفرن اللي تدخل الفرن. نتوما من الاحسن اللي عندكم يعني حوته يعني كبيره بحال هكا ديروا يعني بلا كبر من هكا اللي عندكم. هنا في هذه الحاله انا درت هاد الطماطم هذه ولا مطيشه
هكا كومبوط، نتوما عوضوها بمطيشه وحده محكوكه الا بغيتو، غير باش تعطيكم ديك شويه لاصوص الا بغيتو. خذوا واحد المعلقه من ديك لاصوص اولا ديك الشرموله اللي درنا، زيدوها على هاد اللاطه هادي اي باش تعطيكم داك لوكو اصلا الحوت وداك الشيء من بعد الخضر غيطلق فيه. صافي هنا غادي نسرحوها مزيان، غناخذوا هذاك خيزو كيف ما قلت لكم اللي درنا نسلقه اولا تقريبا، يعني باش يكون كل شيء طيب، تبقى غير الفلفله ومطيشه والحوت. الحوت راكو عارفين دغيا كيطيب. صافي كنستفوه كله في على الصينيه، كنوزعوه بشكل متساوي على الصينيه كامله، كنفرشوه لي من التحت وحنا مستمرين على نفس الطريقه حتى كنساليو هذيك الكميه ديال الحوت كله. انا هنا درت جوج خيزوات، نتوما ديروا حسب الرغبه اللي كتبغيو. صافي هنايا كيف ما شفتوا غادي نزيد دابا هنا، غادي نزيد ديك الحوته غادي نحطها هنا في الوسط كيف ما شفتوا هاكا نقادها. المهم نتوما حطوها كيما بغيتوا تبارك الله عليكم، راكم عارفين. صافي غنحطها بالطريقه هذه، وهنا البطاطا وهذه غنخليها حتى نسالي هذا الشعريه الصينيه، نعمر هذا الفيرميسيل بهذه الحشوه، عاد ندوز البطاطا. هنا كيف ما شفتوا الزيتون شويه الكروفيت اللب ديال حامضه، هنا يمكن لكم استغناو على الكروفيت، اكتفوا غير بالزيتون. صافي يعني ماشي بالضروره ديروا الكروفيت، هو كيعطي واحد المذاق زوين، ولكن الا ما عندكمش ما ديروش، ماشي بالضروره. انا كيف ما قلت لكم دائما غنعطيكم غير افكار وانتم ديروا اللي بغيتوا. هنا غناخذوا هاد الشرموله هذه كيف ما شفتوا ملي كنوجدوها الاول كنتهناو، كنبقاو كنزيدوا فيها وحنا كنحركوا. هنا غندير واحد المعلقه اولا ديال الهريسه الشطه اولا الحرور، نتوما ديروا الكميه اللي بغيتوا. انا درت غير نص معلقه صغير على حسب، ما بغيتش الحرور بزاف، ولا معلقه صغيره اللي بغيتو. المهم حرور هنا نتوما تحكموا فيه. صافي غادي نبقاو كنحركوا، ندخلوا مزيان هذاك الشرموله مع الزيتون وديك لي كروفيت مع الفيرميسيل. هنا البنات اللي عندها الكالامار يمكن لها هي تسلقوا بشويه الملح والحامض وتقطعوا صغير وديروا ليه اللي عندكم لا بغيتو. المهم نتوما احرار. صافي هنايا الشرموله ديالنا صافي، يعني الفيرميسيل شربات لينا الشرموله. غادي ناخذوا الحوته وغادي نبداو كنعمرو فيها بهذه الطريقه هذه كيف ما يتضح لكم. فيرميسيل هنا انا البنات درت 200 غرام ديال الفيرميسيل، نتوما الا عندكم اكثر بغيتو يعني كيعجبكم الحشو زيدوه، عندكم قل صافي ديروا قل، يعني ماشي بالضروره ديروا 200 غرام كما درت انايا، ديروا 100 غرام ولا على حسب الرغبه. يمكن لكم اللي ما عندهاش فيرميسيل تعوضها بالروز، مهم اللي كاين موجود انسان يقضي به. صافي غنبقى كنعمر لهاد الكرش ديال هذا الحوته ولا هكا بهذه الطريقه هذه. حنا انا راه درتها من الظهر ديالها، حليناها من الظهر ماشي من الكرش، كتجي هكا احسن يعني كتحكموا فيها اكثر. صافي وحنا غاديين كنعمروا الجناب ونعمروا هنا البنات، سدوها بواحد الكوردون، خذوا العود ديال الشواء اولا كوردون وسدوا به بهذه الطريقه كيف ما كيتضح لكم في لا فيديو، هذه الطريقه هذه، وسدوا بها هذيك الحوته كلها. انتم شفتوا دابا كيفاش. صافي هنا غادي ندوزو لهاد البطاطا اللي كنت قلت لكم، وغادي نبقاو نحطو هنا بطاطا، قطعوها نتوما كيف ما بغيتو، نتوما احرار. هنا غناخدو صافي مطيشه تاع هي، غنبداو نستفوها وحطو. المهم تبارك الله عليكم نتوما الزواق راه زوقو كيما بغيتو، بقاو مستمرين تنستفوها على اللاطه كامله. والفلفله تاع هي هنا فلفله، ولا ديروا فلفل الالوان ولا يمكن لكم يعني غير تزين فقط، تكتفيو غير بهاد الخضره هذه ولا اللي موجود، ماشي بالضروره ديروا الفلفله بثلاثه تاع الالوان اللي موجود عندكم قضيو به. هنا صافي غناخذوا هذيك مطيشه، بقاو نستفوها على الظهر ديال الحوته، نديروا تحت منها فلفله، وحنا غاديين نسيباريوها ثاني بحامضه فلفله صفراء، نعاودوا ثاني فليف الاخر. وحنا غادي المهم هنايا نتوما البنات تفننوا كما بغيتوا في الحوت ديالكم. صافي وحنا مستمرين هنا، غادي ناخذوا الحامض دابا، نهزوا الحامض نزيدوه حتى هو في الوسط وفي الجنيبات كيف ما كتشوفوا، قطعناه رونديلات هكا دايرين وصافي. راه دغيا البنات كتوجد هاد الحوته حتى هي، راه سريعه راكو عارفين الحوت اصلا ما كيشدش وقت بزاف في الفران، دغيا كيوجد. غناخذوا هاد الزيتون الاحمر غادي نحطوه هكا عشوائي، نشتتوه اولا نوزعوه فوق اللاطه ديال الحوت فوق الخضر. صافي بهذه الطريقه هذه نزينو، ناخذ واحد زويتينه زويتينه نديروها فوق الحامض. وهاد الشرموله هذه ديالنا بحال هكا زدتها شويه ديال الماء باش ما تبقاش لي عاقده بزاف، وغادي نزيدو هاد الشرموله ديالنا فوق هاد الحوت وهاد الشيء كله باش يبقى مشرب لينا هاد الشرميله، حيت الا مرمدنا فيه اولا درنا فيه هذاك
يعني في الشرموله كيبقى وجهه ما كيبقاش يبان. اللهم هكا شويه بعدا غير شويه من الفوق. صافي هنا غنزيدوا عليها الزيت اللي كيبغي يعني شويه ميدم. هنا انا درت شويه ديال زيت ارغان، زيت ارغان اختياري كيعطي واحد النمطه زوينه للحوت، اللي عنده يديرو اللي ما عندوش ماشي مشكل يستغنى عليه يدير الزيت العاديه. ها نتوما البنات مور ما دخلنا الحوته ديالنا للفران، ها هي خرجناها كيف ما خرجت كيف ما كتلاحظوا بهذا الشكل هذا. ها نتوما شفتوا راها محمره والخضيره طيبه كلشي هو هذاك. غطيتها بالالومنيوم صافي ودخلتها كيف ما كلشي كيعدرت لها ورق الطبخ وعاود فوقها الومنيوم وخليتها كطيب. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحوته ديالنا. كنتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تعجبكم، واللي عجبته الوصفه يدير لايك ويتابونا ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد الفيديوهات ان شاء الله. واللي عندها شي تساؤل تخلي ليا في كومونتير غادي نجاوبها عليه. وشكرا لكم على لي كومونتير الزوينين اللي كتخليو ليا. الى وصفه مقبله ان شاء الله.